قصف للاحتلال التركي على ريف تلتمر بشمال شرق سوريا يسفر عن إصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل. فقدان عامل لحياته وإصابة ثمانية آخرين بقصف للاحتلال التركي على صوامع القمح في كوباني شمال شرق سوريا. قوات سوريا الديمقراطية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد قواعد الاحتلال التركي بريف زرقان. رداً على هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، عمليات نوعية لقسد وقوات تحرير عفرين تكبد الاحتلال خسائر بشرية. مقتل عشرات الفلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة، والقوات الإسرائيلية تقتحم مشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وسائل إعلام لبنانية تفيد بشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن هناك ضرورة ملحة للتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان.